هذه هي العجينة السحرية اللي كتجي مورقة مقرمشة هشيشة نحضرو بيها مسمنة كبيرة واحد فربعة بحشوة اللي بنينا بزاف ما تشبعوش منها والاهم هاد المسمنة كنحضروها في وقت قياسي بدون مجهود فنحتاج ان شاء الله في العجين دي الناس 600 غرام ديال الدقيق رسم معلقة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال العسل رشه ديال الخرقوم اللي غتعطينا واحد اللون في العجينه اصفر تقدروا تستغناو على الخرقوم معلقه صغيره ديال خميره الخبز معلقه ديال الخل ومعلقه ديال الزيت ونجمعو بالماء البارد العجينه ديالنا تطلع مجموعه ما تطلعش خفيفه كنضيفوا الماء تدريجيا المجموع ديال الماء 4 لتر اي 250 ملل هذا هو التقريب ديال الماء ولكن العجين خاصو يكون جمع راسو وقاسح نوعا ما غير كنجمعوا العجين كنقسموا العجين ديالنا لجوج كويرات كيجيونا هكا كويرات لي آه من بعد غادي نرش الكويره اللي هكا نلولبها نرشها مزيان بالنشا ونحطها هكا في على سطح العمل او هكا في بلاطو بنفس الكيفيه نشكل كويره اخرى كنلولبوها مزيان كنرشوها بالنشا نحطوهم هكا في بلاطو او على سطح العمل ونغطيهم بالبلاستيك المدة ديال 5 ديال الدقائق خمسة ديال الدقائق كافيه لهاد الكويرات باش يطلقوا راسهم غادي نرش مزيان الكويره ديالي بالنشا وسطح العمل بالنشا كيف كتلاحظوا ونطلق هكا واحد الطلقه خفيفه بالمطلق او بالدلاك نخلي الكويره الاولى على جنب نطلق الثانيه بالدلاك بنفس الكيفيه ديال الاولى ودائما كنستعنو بالنشا والكميه ديال النشا واخا تشوفوني رشيت بزاف راه ما كاس ديال النشا اللي اللي خدمت به تقريبا هكذا واحد 60 غرام كنرش الوجه ديال الكويره مزيان بالنشا وكنحط الكويرات بجوج على بعضهم وغادي ندير واحد الطليقه خفيفه هكذا بالدلك هكا كيطلقوا مزيان مع بعضيتهم وهكا كنربحو الوقت تقدروا تطلقوا كل وحده بوحديتها ولكن هكذا فاش ديروهم على بعضيتهم بجوج ومفرقين بالنشا كيترقوا لنا مزيان صافي كنطلقوهم واحد الطليقه خفيفه وكنفرقوهم على بعضيتهم ما شاء الله كيطلقوا مزيان وكيرجعوا رقاقين انا في هذه المسمنه هذه ما بغيتش نرققهم اكثر اما في البسيطلات هذه هاد العجينه هذه كندير بها بسيطلات بريوات سيجار كنرققها اكثر من هكا ان شاء الله في مره اخرى نتقاسم معكم بها بسيطلات ولا بريوات عندي على جنب الزيت وعندي الزبده ولاحظوا معايا ما شاء الله هذه الورقه ولا هذه الكواره كيفاش كنرقوها وضروري يكون السطح كبير اذا كان سطح العمل صغير عندكم غادي تقسموه على اربعه د الكويرات وغديروا بحال العمليه اللي غندير انا ديروها لكل ورقه بوحديتها وطويو وحده في وحده كندهنوا بالزبده كنرشوا بالنشا ب... بال... عفوا وكنطويو بحال المسمنه نيشان وكل طاويه ما كيكونش فيها الزبده والنشا كنعاودوا ندهنو بالزبده ونرشو بالنشا الزبده عندي مخلطه مع الزيت والزبده اللي استعملت زبده المارغرين خاصه بالتوريق صافي هكا كل كل طاويه كندهنو هكا بالزبده ونرشو بالفينو راد هنا خفيفه دهنوها هكا غير بيديكم ولا بالشيته وفي نفس الوقت كدهنوا الورقه وفي نفس الوقت يعني ما كتكونش هكا كميه كثيره ديال الزبده بنفس الشيء الكويره الثانيه كندهنو بالدهينه بالزبده نرشوا بالنشا هكا اي جهه كندهنوها طوينه كندهنوها بالزبده وكنرشوها بالنشا وذاك النشا ضروري هكذا كنشيتوها بالشتاء او باليد ديالنا ما كتبقاش مجموعه في واحد المكان نفس الكيفيه غادي ندهنو ونرشو ونطويو بحال الطريقه ديال المسمنه العاديه هكا كنحصلوا على جوج مسمنات بحجم كبير الحشو ان شاء الله غادي نحتاجو صلصه الطماطم اما الجاهزه او تاخذوا حبه ديال الطماطم سلقوها طحنوها صفيوها من داك الشوائب وتبعوا نفس المراحل كانت الصلصه الجاهزه او الصلصه محضرينها في البيت غادي ديروا شويه ديال زيت الزيتون ورشيشه ديال الزعتر شحروها واحد شويه نخليوها حتى كتبرد وندوزو نكملوا على المسمنات ديالنا بالنسبه للمسمنات ما مده طويله ايضا غير الوقت اللي حضرت صلصه الطماطم يعني تقريبا عشرة ديال الدقائق الماكسيمو حيت ما شاء الله العجينه فاش تنخدموها بالدله راه ما نستناوها بزاف ترتاح خديت جوج ورقات ديال الفرن قطعتهم بالقياس ديال الصينيه ديال الفران طلقت المسمنه الاولى فوق الورقه الاولى وطلقت المسمنه الثانيه فوق الورقه الثانيه تقدروا مباشره في الصينيه او مباشره على سطح العمل يعني الورقات غير كيساعدونا كي وصافي يعني ما عندهمش شي دور كبير لكن هكا المبتدئات يساعدوهم باش يضبطوا القياس آه كان كنحط هكا كنهز بالورق وكنحط في الصينيه ديال الفران الصينيه واخا تكون عندكم كبيره من هذا القياس هذا ما شاء الله العجينه يعني تمدوها على القياس اللي بغيتو كنجيب صلصه الطماطم اللي ضروري تكون بردات تماما وندهن بها هكا الوجه ديال المسمنه ولكن ما نوصلوش للاطراف وعندي هنا جوج حبات ديال البيض المسلوق مدوزين في الحكاكه كنزيدهم هكذا في الحشو تقدروا بطبيعه الحال ديروا اي حشوه كتفضلوا مع هاد الحشوه هادي تقدروا تزيدوا الخضر اللي تكون مشحره انا اكتفيت غير بواحد الحشوه اللي بسيطه ولكن كتجي بنينه بزاف خديت علبه ديال الطون ديال الزيت صفيتها من الزيت حتى هي كنوزعها وعندي علبه ديال الطون ديال مطيشه حتى هي صفيتها ووزعتها بهذا الشكل تقدروا ديروا الكفته تقدروا ديروا الدجاج يعني بنفس الحشوات صلصة الطماطم مع البيض المسلوق ديروا الدجاج او الكفته مهم عندكم الاختيار اقترحت عليكم حشوه اللي, اللي بسيطه بدون خضار فزدت واحد الرشيشه ديال الاعشاب منسمه تقدروا ديروا غير الزعتر حتى هو كيجي زوين ورشه ديال الفرماج المحكوك وغادي ندير المسمنه الثانيه فوق هكا بعد بها تنسد كنوصل وكان وكنحيدوا الجوانب هاد الجوانب كنعاودوا نجمعهم بيهم بهم اي شكل هكا مسمنه في الفرن صغيوره راه حتى هما كيجيو ما شاء الله مورقين كنضغط هكا شويه على الجوانب باش هكا ما تفتحش في الفران ونجيب بيضه ونطربها بشكل جيد ونقسم هكا المسمنه على اربعه اي صينيه عندكم ديال الفران غتعطيكم هكا ضرب ديال المسمنات بهاد العجينه اللي عطيتكم غير اذا كانت الصينيه مربعه يجيكم هكا مربعين كانت الصينيه هكا مستطيله يجيكم هكا المسمنات مستطيلين ضروري السكين يكون حاد نقسموا على اربعه وكل كل جزء او لكل مربع كان هكا على اربعه و غير الوجه ديال العجين باش يعطيكم داك الفلطاج أه كان كندخلوها الفران اللي عندنا مسخن من قبل على 200 درجه كنطيبوها واحد عشرة ديال الدقائق على 200 درجه من بعد منين كنشوفها هكا بدات كطيب كنهبط الحراره ل 180 170 ونخليها تكمل الطياب على خاطرها باش كتحمر وكطيب مزيان وكتجي هكا محمره ومذهبه ومقرمشه انا راه محتاجيتش نشعل عليها من الوجه بزاف راه غير داك الحراره ديال الاسفل كطلع عليها حتى من الوجه يكون هذا الشكل ديال المسمنة ديالنا بالحجم العائلي مسمنة واحد في ربعة كتجي الشكل هذا ما شاء الله كبيرة هماوية كتجي ما شاء الله من ألد وأروع ما يكون كنقسمهم هكا كل واحدة بوحديتها كيجيو هكا فرديا ولكن في نفس الوقت حضرناهم دفعة واحدة وهكذا تقدروا تقطعوهم هكا مثلثات وتحطوهم بوحديتهم عاوتاني كيجيو زوينين في الحطه هاد المسمنه كيف ما قدمتوها كتجي رائعه سمعوا ليا على تقرميشه وعلى توريقات كيجيو كتجي رائعه جدا هاد المسمنه جربوها بالصحه والراحه